مشاهدينا أهلا بكم، أنا ميسون عزام أحييكم ونستكمل هذه التغطية. بعد أقل من شهرين من توليها رئاسة الوزراء، نتحدث عن 44 يوم، أعلنت ليز تراس استقالتها من الحكومة البريطانية. تراس عللت هذه الخطوة بأنها لا تستطيع متابعة مهامها، داعية إلى انتخابات مبكرة لحزب المحافظين الأسبوع المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستبقى في المنصب حتى انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين. في المقابل دعا زعيم المعارضة إلى انتخابات عامة وفورا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن أمله في أن تجد بريطانيا الاستقرار قريبا، فيما اعتبرت الخارجية الروسية تعليقا على الاستقالة أن جهل تراس كان كارثيا. من جهته أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ستحتفظ بالعلاقات الوثيقة مع أي شخص سيخلف تراس. I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. مشاهدينا، طبعا بعد الإعلان مباشرة عن استقالتها توالت ردود الفعل. دعونا نبدأ بردود الفعل داخل بريطانيا. انضمت أحزاب الخضر والديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي إلى دعوة حزب العمال بإجراء انتخابات عامة، مؤكدين أن التحديات التي تواجه بريطانيا أكبر بكثير من الاختلال الراهن في حزب المحافظين. كما دعا الوزير الأول لويز مارك دراكفورد إلى إجراء انتخابات عامة، وكذلك الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورغن. كذلك طالبت غرف التجارة البريطانية إلى اتخاذ قرار سريع بشأن رئيس الوزراء الجديد. طبعا بحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن ريشي سوناك وبيني موردنت هما المرشحان الأبرز لخلافة ليز تراس، إلا أن صحيفة التايمز قالت إن بوريس جونسون يريد الترشح لزعامة حزب المحافظين، ويرى أي جونسون أن ذلك مصلحة وطنية.